نعلم أن الصراعات والنزاعات مزقت أمما وهدمت أوطانا وشردت شعوبا، فأصبح تلاحمنا أكثر من ضرورة وتمسكنا أكبر من حتمية، والتسامح فيما بيننا شرط لتحقيق ما هو أفضل، فوجب الالتفاف حول قيادتنا السياسية والتخندق إلى جانب جيشنا سليل، جيش التحرير الوطني. مفخرتنا وحامي ربوعنا الأخوات الفضليات، إخواني الأفاضل، كان ولا يزال حزب جبهة التحرير الوطني وتراثه الأصيل وفي لقيم ومبادئ نوفمبر التي تأصلت في أذهان المناضلين واحتضنها الشعب الجزائري، والذي هو مطالبنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتفعيلها وتحيينها للعب الدور المنوط به قصد الدوام على الاستمرار في تعزيز أركان الدولة الوطنية الحديثة وخدمة للأجيال المتعاقبة التي ورثهم إياها الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار والوطنيين الأحرار. نعم، نقف اليوم بحزم وعزم لنصون الأمانة ولنقطع دابر اليأس، مندفعين بلا هوادة نحو تحقيق تطلعات شعبنا. حزب جبهة التحرير الوطني أكثر من جمعية سياسية، فهو متوجه بماضي مشرف وحاضر مجدي ومستقبل واعد. إخواني أخواتي، إن الظروف الحالية أكدت بشكل رهيب هشاشة المجتمع الدولي الذي يدير ظهره كلما تعلق الأمر بالصراع الدائر بين الشعب الفلسطيني الأعزل والكيان الصهيوني.